علي وآلي وأصحابي أجمعين أن تحبون أن تكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، من تجب الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، من أمرنا بالإكثار من الصلاة عليه في سائر الأوقات عامة صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، وفي هذا اليوم يوم الجمعة وليلة الجمعة خاصة صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، فهو الذي يقول إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، وهو الذي يقول أكثر الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر فإن صلاتكم تعرض علي صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، وهو الذي يقول أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة، فاستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قل يا مسلم لبيك اللهم لبيك، وصل على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، فالصلاة عليه قضية إيمان وليست قضية امتنان، وقل لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا أكثروا أكثروا، هذه أحاديث كلها تأمرنا بالإكثار من الصلاة عليه، فقل لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة على سيد السادات سيدنا وقرة أعيننا وروح أرواحنا وفداؤه آباؤنا وأمهاتنا، القائل أكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، وفي رواية وشافعا يوم القيامة، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة فإنه يوم مشهود، هذا اليوم الذي نحن فيه يوم تشهد ملائكة السماء، فإنه يوم مشهود تشهد الملائكة، وما من أحد يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. وأقل الإكثار، الأحاديث كلها تأمرنا بالإكثار، أقل درجة الإكثار 300 مرة، أقل الإكثار 300 مرة كما قال سيدي العارف بالله أبو طالب المكي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ويقول سيدي الإمام نعم المحقق المفسر رضي الله تعالى عنه الحجة سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله عنه، وإذا أوصلتها إلى 1000 مرة فذاك خير لك، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة، أبشره. فنتعاون على هذا، من يتعاون معنا كل يوم 1000 صلاة ارفع يدك لا تخافن، والله هذه الأوقات التي تضيع منك في الذهاب والإياب لو ملأتها كل يوم 5000 صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، ولو ملأتم يا شباب ويا بنات لو ملأوا الوقت الذي يقضونه في الجوالات كما قال الشيخ نعيم الرأسوسي كل يوم يقرؤون ختما من القرآن، الوقت الذي يضيع مع الجوالات أوقات الشباب كل يوم يقرأوا ختما من كتاب الله، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، فأقل شيء إن شاء الله كل يوم 1000 صلاة على النبي عليه، أقل شيء إن شاء الله ونزيد إن شاء الله ونزيد. وإن هذا صاحبك الديري قال لي فقط 1000 صلاة، فقط 1000 صلاة، قلت كم وجهه مثل القمر، قال لي والله الحمد في كل يوم وردي إحدى أنا عم أصلي 21000 صلاة على النبي عليه السلام، قال لي وفي ليلة الجمعة ويوم الجمعة أصلي 50000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أسألك التوفيق والتسديد يا مولانا يا مولانا يا كريم يا ربنا لك الحمد، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهناك تعاون آخر على أن نبلغ هذا، يعني نحن الآن تعاون كل يوم نصلي أقل شيء 1000 صلاة على النبي عليه السلام، هناك تعاون آخر فيما بيننا على أن نبلغ هذا، فمن يبلغ هذا؟ بسم الله، بلغ زوجك وأولادك وبلغ عيالك وبلغ من عندك في الجوال من الجروبات ولا إيه، وانشر هذا الخير العظيم والدال على الخير
كفاعل. يعني أنت إذا قلت في مجلس مثل هذا المجلس قلت للحاضرين صلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، في المجلس 500 أو 1000 أو 2000 أو 100,000 كلهم صلوا، الله يكتب لك مثل ثوابهم، يكتب لك مثل ثوابي، فلا تبخل يا مسلم على نفسك. قال وهيب ابن الورد أولى الناس بالله من افتتح المجلس بذكر الله، أولى الناس بالله من افتتح المجلس بذكر الله. اللهم وفقنا لذلك. إياك أن يسبقك أهل الفسق والضلال لنشر فسقهم وضلالهم وغيبتهم ونميمتهم في المجالس، أو يشكون الله إلى خلقهم، إلى خلقه، إياك أن يسبقك هؤلاء. ابدأ أنت بذكر الله، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بلغوا عني ولو آية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبلغ. الصحابة الكرام لو صنعوا ما صنعنا ما وصل الإسلام إلينا أيها الأحباب، قوموا مبلغين. والله الحمد اليوم عندنا شابان يختمان قرآن كريم، لكن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفق شبابنا وبناتنا لنصنع صنيع سيدنا مصعب بن عمير. سيدنا مصعب بن عمير ذهب إلى المدينة، ما قعد في بيته ينتظر أهل المدينة حتى يأتوا إليه، قام ودخل بيوت المدينة، ما ترك بيتا في المدينة إلا وأدخله القرآن. ذلك علماؤنا قالوا المدينة المنورة فتحت بالقرآن، المدينة فتحت بالقرآن. وهؤلاء تلاميذة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين ربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا مصعب بن عمير اعتنق الإسلام فأقبل على الآخرة وركل الدنيا بقدميه، ركل الدنيا بقدميه، الله ما أخرج حب الدنيا من قلوبنا. كان منعما عند أهله سيدنا مصعب بن عمير قبل الإسلام، كان إذا مشى في الطريق خرجت النساء تفتح الأبواب لتنظر إليه وإلى وتتشم طيبه وترى مظهره، لكن لما أسلم أركل الدنيا بقدميه، اعتنق الإسلام أيها الأحباب وبلغ القرآن، ثم جاهد في سبيل الله ونال الشهادة في سبيل الله في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسألك يا رب، قولوا آمين، لا تخافوا، قولوا آمين. اللهم نسألك شهادة في سبيلك مع العافية والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا رب وفقنا لتبليغ شريعتك وارزقنا الشهادة في سبيلك مع العافية والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. فقام سيدنا مصعب ودخل بيوت المدينة وبلغ القرآن. فما لنا عن الآن كثير من الشباب الآن يأخذ إجازة يعلقها ثم ينسى القرآن كله، والله هذه مصيبة مصائب. نشتغل ونعمل ونبلغ ونتلو. اللهم يا ربي وفقنا لتلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار، وللعمل بأحكامه وللتخلق بأخلاقه. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على أهلكته في الخير، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. وفي رواية ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، آناء الليل وآناء النهار. هذا الشيخ زياد الله يرضى عن نمط شيخنا الشيخ عبد الرزاق حي والشيخ محمد سكر، كيف في أي وقت تنظر إليه تراه يقرأ القرآن كريم في الطريق وفي غرفة المدرسة.